السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفات ناني التجميلية مكملين مع بعض في تقديم وصفات البشرة والشعر والجسم كله. النهاردة جايبه لكم وصفة جميلة جدا لأي إزالة حبوب في الوجه، أي تعب، أي مرض. في ناس بيطلع لها فقاعات كده فيها متمددة. النهاردة جايبه لكم وصفة التطهير للبشرة، وصفة جميلة جدا مش هتحتاجوا تروحوا لأي دكتور، لأن احنا عندنا دكتور جميل جدا وهو الكركم. انتوا عارفين الكركم في مواد طبيعية مفيدة جدا لحساسية البشرة ولتطهير البشرة، ممتاز جدا الكركم الخام. النهاردة الكركم الخام احنا مش هناخد منه كتير، احنا هناخد نص معلقة على معلقة من الزبادي او الياغورت، معاها معلقة من النشا لتطهير البشرة. هنحط معلقة من النشا او معلقة كبيرة شوية عشان نشوف هتاخد قد ايه معانا الزبادي والنشا. هنطهر البشرة من اي حبوب، اي سلاس موجودة فيها، اللي هي بتبقى موجودة فيها مدة كده، يعني حاجات بتطلع حبوب ممددة في البشرة. عندنا الوصفة دي ممتازة جدا لتطهير البشرة وإزالة الحبوب وإزالة حب الشباب. كمان معانا نص معلقة من الكركم، مش هناخد يعني كتير من الكركم، هناخد حوالي نص معلقة كده من الكركم الخام. المرة دي كل مرة بقول لكم كركم اللي هو بتاع البشرة، النهاردة عايزين كركم خام عشان يفيد البشرة ويطهرها من الحبوب، من آثار الحبوب اللي هي ممددة. وصفة دي ممتازة جدا يا جماعة، هنستعملها 3 مرات في الأسبوع. الوصفة دي جميلة جدا، ما نكترش منها لأن مش هنحفظها في التلاجة، دي هنستخدمها وإحنا على طول معانا. كمان معانا نص معلقة من العسل، نص معلقة من العسل النحل. انتوا عارفين ان العسل بيطهر برضو البشرة وبينقيها من اي شوائب فيها، والعسل يعني ممتاز جدا للبشرة. عندنا حاجة برضو الليمون، بس لو بشرتك حساسة انا بقول لكم على الافادة وعلى الضار. لو انت بشرتك حساسة بلاش تحطي ليمون، لو انت عارفة ان البشرة تعبانة وحساسة وما تقدرش على الليمون ما تحطيش ليمون. هناخد برضو حوالي نص معلقة ليمون صغيرة كده. الوصفة دي بنحطها على بشرة مغسولة بماء دافئ جدا، يعني مغسولة كويس جدا بماء دافئ، وبنحط البشرة دي حوالي ربع ساعة على بشرتنا. ان شاء الله بعد مرة او مرتين من انك تحضري الماسك ده وتحطيه تفرديه على البشرة مش هتلاقي اي حبوب، وهتلاقي البشرة متطهرة وما فيهاش اي شوائب ولا دمامل ولا اي بثور. الوصفة دي جميلة يا جماعة، واللي اول مرة يشوف قناة ناني محمد يعمل لي اشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس، وارجوكم عايزة مشاركة مع الحبايب كده والاصحاب عشان قنواتنا تنتشر. انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه وبجيب لكم الوصفات المفيدة المهمة، وصفات مهمة ومفيدة للبشرة، مش بجيب حاجة الا انا مجرباها على بشرتي. وصفات ممتازة جدا، وصفات ناني التجميلية من خبراء تجميل، مش بجيب اي حاجة كده. وصفات جميلة جدا بتطهر البشرة. احنا عارفين ان الكركم فيه مطهر وفيه كورتيزون طبيعي ما بيأثرش على الجلد، بيفيد الجلد. عايزاكم تشوفوا الفيديو ده الاخر للاخر علشان تستفادوا منه، ونشوف هنعمل ايه على البشرة. بناخد الخليط وبنضعه على البشرة وبنفرده كده على بشرتنا، ممتاز جدا يا جماعة. حوالي ربع ساعة بنسيبه على البشرة، كمان بيبيض البشرة وبينقيها من الشوائب ومن الدمامل ومن الحبوب، ومش هتلاقي بشرتك اي حاجة، بشرتك هتبقى نقية خالية من الحبوب والدمامل، بشرة نظيفة، بشرة ما فيهاش
يعني هتلاقيها بتلمع وجميلة جدا، وما فيش اي بثور ولا اي حبوب ولا اي تشققات في البشرة. الوصفة دي جميلة جدا، بنحرك ايدينا كده على البشرة بحيث ان تتشرب البشرة كلها، ونسيبها حوالي ربع ساعة على بشرتنا. الوصفة دي جميلة، يعني يا ريت اللي عنده حبوب تقول اي حد ما عندوش يقوله عليها، بنستفاد كلنا من البشرة من الوصفة. وصفة جميلة جدا، وصفة ممتازة، وصفة خالية من بشرة، خالية من التجاعيد وخالية من البثور، ووصفة التطهير. الوصفة دي اسمها وصفة التطهير. ان شاء الله استنوني في الوصفات كتير جدا، وصفات خبراء التجميل بيوصفوها للناس كلها، وصفة ما فيهاش خالية من اي مواد حافظة، من مواد كيماوية، ما فيهاش اي، مش ضارة للبشرة، هو الليمون بس. لو انت بشرتك ضارة، بشرتك حساسة والليمون هيضرك، بلاش تستعمليها. واستنوني في وصفات جاية كتير ومشاهدة طيبة.